أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبداو الدرس ديالنا غادي نصحوا الواجب اللي كنت كلفتكم باش تنجزوه في الحلقة الفايتة، إذا انتبهوا جميع التصحيح ديال التمرين. إذا بالنسبة للتمرين، إذا اللي كان مطلوب هو أننا نملؤوا سلسلة ديال هاد الأعداد. إذا كنقراو العدد الأول اللي في الخانة الأولى على اليسار وتنكتبوا العدد اللي غادي يتبعوا، وهكذا حتى كنوصلوا للعدد 1802. إذا بالنسبة للخانة الأولى العدد اللي على اليسار، شكون اللي تقرا وتقول لي العدد اللي وضعت بجنبه؟ أمينة، العدد اللي غيجي مورا هذاك، قراي لينا بعد العدد هذاك 1797. حسن جدا، وشنو العدد اللي وضعتي؟ 1798. جيد، إذا العدد هو 1798. إذا العدد الذي يلي العدد 1798، سميرة شنو هو العدد اللي توصلتي ليه؟ 1799. جيد، كنوضعوه في المكان ديالو. الآن العدد اللي كيجي من بعد 1799 1800. جيد، وكنوضعوا العدد 1800. إذا العدد اللي كيتبع 1800 مينا؟ 1801. حسن جدا، 1801، وآخر عدد هو 1802. إذا هكذا غنكونوا صحنا التمرين. الآن غادي ندوزوا للدرس ديالنا. غادي تلاحظوا معايا هاد الأعداد اللي غادي تظهر أمامكم. إذا لاحظوا الأعداد، أنا غادي نقرا وانتم غادي تعاودوا من بعدي. 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، 7000، 8000، 9000. إذا كيف شفتوا هاد الأعداد ديال الآلاف؟ إذا اللي كيتغير هو الآلاف. إذا عندنا 2 وفي العدد الثاني 3 وهكذا. إذا بالنسبة للعدد الأول كي قلنا فينا هو عدد ديال الآلاف، العدد الآلاف 2. مزيان، إذا العدد ديال الآلاف هو 2. دابا غادي نشوفوا العدد الثاني كمثال اللي هو 6000. إذا بالنسبة لهذا العدد 6000، مينا فينا هو العدد ديال الآلاف؟ هي 6. هو 6، نعم. وكيف كتلاحظوا أن 6 هو كلمة الألف تيكون في اليسار، وحدة 3 الأصفار. إذا الصفر اللي على اليمين ديالو هو المئات، إذا ما عندناش عدد المئات ما كنطقوهمش. الصفر الثاني ديال العشرات، والصفر الأخير ديال الوحدات، وحنا كنقولوا غير 6000. مفهوم؟ دابا غادي نشوفوا مثال آخر، غادي نشوفوا واحد العدد. إذا انتبهوا لهذا العدد. إذا العدد هو 4690. إذا بالنسبة للعدد ديال الآلاف، عدد ديال الآلاف سميرة 4. 4، جيد. وهانتم كتشوفوا ميزناه باللون الأحمر. العدد 6 اش كيمثل مينا؟ 6. إذا عندنا الآلاف والعدد اللي كيكون على اليمين ديالو شنو هو؟ ما عرفتيش زينب؟ ما عرفتيش سميرة؟ المئات. المئات عاد قلتها لكم، كيكون دائما على اليسار الآلاف حيت عندنا 4 الأعداد، واللي اليمين ديالو مباشرة كتجيو المئات. العدد 9 مينا؟ يلا، هذاك الآلاف وستة المئات وتسعة عشرات. العشرات، جيد. والصفر زينب؟ وحدات. حسن جدا، إذا صفر كيمثل الوحدات في هذا العدد. دابا غادي نشوفوا مثال آخر باش تفهموا مزيان. إذا نشوفوا عدد آخر. إذا العدد هو 8075. إذا العدد اللي كيمثل لنا الآلاف سميرة؟ ثمانية. ثمانية،
والعدد اللي كيمثل المئات من صفر. صفر مزيان، دابا عرفتيه كيكون حدا الالاف. والعدد ديال العشرات زينب الالاف. ها الالاف لا الالاف راه داز، هو 8 راه ميزناه بالاحمر، حداه المئات واللي حدا المئه شنو هو اللي على اليمين ديال الصفر؟ المئات. لا راه الصفر هو المئات، ما عندناش المئات هنا، قلنا غير 8000 ونطقنا بالوحدات ثم العشرات. اذا المئات عندنا صفر، وشنو اللي بجنبها هذا العدد هذا شنو هو هذا؟ العشرات. العشرات ذكريها مزيان العشرات. والعدد اللي على اليمين ديالو سميره الوحدات. حسن جدا الوحدات. اذا دائما كنبداو من اليسار، كان عندنا العدد فيه اربعه ديال الاعداد، اليسار كيكون الالاف، على اليمين ديالو المئات، على اليمين ديال المئات عندنا العشرات ثم الوحدات. ولكن ملي كنكونوا غادي نقراو تنبداو بالالاف ثم المئات وكندوزوا للوحدات عاد كنقراو العشرات، وفي الكتابه كيكونوا بهذا الترتيب. دابا باش نشوفكم واش فهمتوا غادي نملي عليكم واحد العدد. اذا العدد اللي غادي نملي عليكم غادي تجبدوا الالواح. يلا يلا كتبوا العدد هو 6000. لا زينب خطأ، حنا الالاف قلنا بان كيكونوا فيه اربعه ديال الاعداد، شحال درتي؟ خمسه، وقلت 6104. اذا انتبهي للتصحيح، انتبهي للعدد. هو العدد غادي يبان امامكم. اذا قلنا 6104، اذا الالاف راه ميزناها بالاحمر هي 6 و100، نطقنا 6100 100، اذا كنكتبوا واحد، انت كتبتي تما صفر، انتبهي 104. علاش كتبنا صفر هنا على اليمين ديال واحد؟ حيت ما عندناش العشرات كنديروا صفر، كننطقوا 6104. مفهوم؟ يلا بنفس الطريقة غادي تكتبوا العدد الثاني اللي غادي نملي عليكم. إذا العدد هو، انتبهوا ليه مزيان، 7000. أنا نقول لكم بالدارجة، يلا 7875. 7875. يلا 800. 7875. يلا رفعوا الالواح. حسن جدا مزيان. شوفي هاد السبعه ديما هاد الخط يكون هكذا غادي مستقيم، ما كتشبه الواحد هكذا، شتي قدي رشيده مزيان جيد. زينب مزيان. هاد السبعه هادي، هاد العدد هذا ديري ليه بحال هكا باش ما يجيش بحال واحد. اذا مزيان، انتبهوا دابا العدد ها هو غادي يظهر امامكم. اذا كنقراوه 7875. اذا العدد الالاف كتشوفوه ميز بالاحمر، حداه العدد 8 كيمثل لينا المئات، على اليمين ديالو العدد 7 العشرات، وفي اقصى اليمين عندنا 5 اللي هي الوحدات. مفهوم؟ وكيف قريناه كنقراو الالاف والمئات، الوحدات عاد العشرات، وفي الكتابه راه كيكون العشرات عاد الوحدات، وعقلوا عليها مزيان. دابا غادي نخليكم مع التمرين اللي عندكم في الصفحه 40 في الكتاب اللي بين يديكم. انتبهوا للتمرين، تمرين سهل بسيط. عندنا هنايا اربعه ديال الاعداد، غادي تقراو العدد وغادي تميزوا العدد ديال الالاف وغادي تكتبوه هنايا في الخانه اللي مقابله معاه. مفهوم؟ اذا هكذا غادي نكون وصلنا النهايه ديال الحصه ديال اليوم. عزيزاتي المشاهدات، اعزائي المشاهدين، اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.